هنبتدي ان شاء الله التوتوريال السادس، التوتوريال اللي قبل الاخير في ام تي 132 اللي هو اللينير ترانسفورميشن والنال سبيسز والرينجز. هو مش كبير، ده هو كله اصلا 14 سلايد. طريقه الاثباتات حتى فيها تلاقيها زيها زي السب سبيسز وهكذا، يعني لو انت درستهم مش هتحس ان هي يعني صعبه. هنبتدي اصلا هو ايه فكره اللينير ترانسفورميشن. الفكرة إن أنت كفيكتور عايز تتنقل من فيكتور سبيس لفيكتور سبيس إيه؟ فيا ترى هتروح بنفس شكلك وأرقامك ولا هتتغير؟ ببساطة كده إحنا لازم نفهم إن إحنا طالما موجودين في فيكتور سبيس إحنا بنكون واخدين شروط معينة. لما تنقل على الفيكتور سبيس التاني هل هيكون ليه نفس الشروط ولا لأ؟ وهل لو اللي هو ليه شروط تانية أنا هقدر أتكيف مع الشروط دي؟ ولا ساعتها مش هينفع إن أنا أبقى موجود في الفيكتور سبيس ده؟ طيب تعال نبص هنا، هو هنا بيقول let B and W be vector space. The mapping، mapping يعني transformation. الـ transformation هيحصل من الـ B للـ W، يعني الـ vector بتاعنا هيتنقل من الـ vector space اللي اسمه B هيروح للـ vector space اللي اسمه W. طيب علشان نقدر نقول على نوع الـ transformation ده إن هو linear transformation لازم يتحقق عندنا حاجتين، هنخليهم ثلاثة كمان شوية. الحاجتين دول ان حاصل جمع الاثنين فيكتورز بعد الترانسفورميشن، يعني بص فيكتور اكس مع فيكتور واي حاصل الجمع بتاعهم حصل عليه ترانسفورميشن، هو الترانسفورميشن اللي يحصل على كل فيكتور لوحده. طيب وحاصل ضرب الفيكتور في سكيلر بعد ما يتعمل عليه ترانسفورميشن هيبقى هو الترانسفورميشن اللي هيحصل على الفيكتور لما ناخد السكيلر كومن فاكتور بره. تعتبر نفس الطريقة اللي عملناها في السب سبيسز والسبانز بتاعت امبارح. يعني انت جبت رقم ضربته في ماتريكس ولما جيت تاخد عامل مشترك تالت مختلفة؟ مثلا طيب مثلا نجيب دايما بتاعها تمام تمام. انا مثلا جبت الدايما بتاعها قبل ما ادخل قبل ما اجرب قبل ما اجرب رقم خارجي فيها رقم بره مثلا بديش اثنين مثلا تمام. انا جبت الدايما بتاعها كذا رقم على جبت كذا رقم قيمه في الاثنين طلع ثلاثه دلوقتي ضربت الاثنين في الماتريكس كلها بعد كده جبت الدايما تطلع رقم ثاني خالص. هو اصلا مين اللي قال لك ان ناتج ضرب الماتريكس في سكيلر هيطلع هو ديترمنت لما يتضرب برايم؟ ايوه ده الصح. هو المفروض ان دي مختلفه خالص عندي. يعني انت ايه اللي خلاك تربط ما بين ان السكيلر لو اتضرب في ماتريكس هيطلع نفس النتيجه لو ضربت في سكيلر في ديترمنت في ماتريكس؟ مش صح. انا بسالك هو ايه اللي خلاك تفكر ان انت لو جبت رقم ضربت في ماتريكس هيبقى هو لو ضربت الرقم في ديترمنت الماتريكس؟ مش معنى الديترمنت ليه مش الانفرس؟ بس زي ما قلت عليك هل انا اسيب الرقم ده بره ولا ادخله جوه الاول؟ لا لازم تدخله جوه الماتريكس الاول بعد كده تجيب الديترمنت. فمثلا بيدينا اكزامبل ان المابنج يعني الترانسفورميشن اللي حصل من فيكتور سبيس R2 لفيكتور سبيس تاني R2 برضو كان بالشكل ده. فيكتور اكس واي حصل عليه ترانسفورميشن فاتنقل بعد ترانسفورميشن بقى واي واكس، يعني بدلنا الاثنين اليمنتس مكان بعض. الترانسفورميشن اشكال وايه في حياتنا؟ ده مش شرط، ده اكزامبل بس، ممكن نحصل حاجات ثانيه مختلفه. ايه فيكتور اكس واي حلو دخل عليه ترانسفورميشن، يعني اتنفذت عليه فانكشن معينه، بعد كده نتيجه الفانكشن قلبنا الفيكتور تمام. في حاجات كثيره بتحصل. طيب اللينير ترانسفورميشن اللي احنا بندرسه بشكل ماتماتيكس ايه تطبيقاته في حياتنا بالنسبه للتكنولوجي؟ طبعا بالنسبه للكمبيوتر بالذات زي ايه؟ اللينير ترانسفورميشن اللي هو ان انت تكوني موجوده في فيكتور سبيس بيحصل عليكي تغيير بتنقلي الفيكتور سبيس تاني. ايه التطبيقات في حياتنا او احنا كناس كمبيوتر ساينس ليه بندرس ده؟ ليه؟ ايه تطبيقاته؟
صح ولا صح غلط؟ ماشي. مثلا الصوره بتاعت الدكتور مثلا بتيجي مش دايما بتبقى ثابته، لازم تبقى في حاجات بتتحرك، فدي بتبقى ارقام صغيره. بالظبط احنا عندنا شاشه الكمبيوتر عباره عن ماتريكس كبيره صح، او شاشه التلفزيون مثلا ماتريكس كبيره قوي. اوكي، والماتريكس دي متقسمه كده ثقوب واعمده صح. طيب ايه جو اللي جواها؟ بيكسلز صح، يعني دي كده كلها ماتريكس كبيره قوي ومتقسمه بيكسلز ثانيه كمان جواها ماشي. وكل ما زادت عدد الارقام، يعني كل ما زاد عدد البيكسلز جواها كل ما بقت الصوره اوضح، كل ما بقت الالوان احسن. ليه؟ ايه الفكره اصلا؟ تعالوا نشوف كده. لو انا مثلا عندي رقم واحد بيعبر عن اللون الاصفر ماشي. طيب دي مثلا الشاشه بتاعتي ده. دي الشاشه بتاعتي، والشاشه دي عباره عن ماتريكس كبيره قوي. دي بقى ايه؟ اجزاء الماتريكس، يبقى الكورنرز بتاعتها ماشي، ودي الروز بتاعتها. لو انا عندي رقم واحد بيعبر عن اللون الاصفر ماشي، او اللون الاصفر، في مثلا شمس هنا كده حلو، ده هنا هيبقى واحد، وده واحد، وده واحد، وواحد، وواحد، صح؟ عشان تبقى دي كلها اصفر فدي الشمس. طب لو انا زودت شويه هنا كمان، يعني شويه كولومز كده، كبرت الماتريكس وزودتها قوي، زودت بقى الشمس بقى دي واحد، 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 واحد. يعني الحته دي بتحط اصفر، ودي بتحط اصفر، بتحط اصفر، الصوره بقى اعلى، ان مش بس هنا اصفر 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 اصفر، لا هو بقى اصفر. يعني دي بتحط نفس كميه الاصفر اللي بتحطها دي ودي 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 ودي، فبقى ايه اللون متركز قوي كده. اللي بيجي يحسن مش كتير بيبان الصوره اكتر. تمام ماشي، يعني المهم ان احنا ايه، كل ما بنزود كتير قوي كل ما بيبقى احسن. ده شكل من اشكال الترانسفورميشن. طيب ايه تاني؟ احنا عندنا خمس اشكال من الترانسفورميشن. زي ما انت كنت بتقولي ان احنا عندنا فيلم كرتون وعايزين نحرك الشخصيه من هنا لهنا عشان تعملي ترانزيشن للشخصيه دي، الترانزاكشن للشخصيه دي من مكان لمكان. اوكي، عشان هي مثلا الشخصيه دي احنا بنمسكها، بنمسك دماغها مثلا من حته اسمها ليفت ابر كورنر، فالحته دي مثلا موجوده عند نقطه واحد واحد، عشان ننقل الدماغ دي هنا احنا عايزين ننقلها عند بوينت ثانيه. فالحته دي كمان الفكره دي انك تنقلي من هنا لهنا اسمها ترانزاكشن. ده شكل من اشكال الترانسفورميشن، نقلتيها من فيكتور سبيس لفيكتور سبيس دي. تحويل او نقل. طيب حاجه ثانيه كمان الروتيشن، روتيشن الصور مثلا. يعني انت مثلا لما يكون عندك صوره كده وانت واقفه كده بتصوري، عايزين نخلي دماغك تتقلب هنا، عايزين نعمل روتيشن للصوره ناحيه اليمين. حلو، فاحنا عايزين النقطه اللي ماسكه دماغك هنا تبقى هي هنا، والزاويه تبقى 45 درجه. يبقى احنا هناخد بوينت وهناخد انجل. يبقى عشان الصوره تبقى كده وانت تبقي هنا ماشي، ده اسمه روتيشن. فانت اتنقلتي من الحته دي للحته دي، فكل الصوره اتنقلت، فده شكل من اشكال الترانسفورميشن ماشي. اشمعنى الترانسفورميشن؟ احنا اصلا كل ده على بيكسلز صح؟ فاحنا قلبنا الشاشه كلها، قلبنا الماتريكس كلها تمام؟ فاكره الترانسبوز؟ اهو الترانسبوز ده قايم عليه فكره الروتيشن، بس طبعا بطريقه احدث شويه هي اسمها ترانسفورميشن. الترانسبوز ده عرض. طيب ايه تاني؟ في مثلا في ترانزيشن وفي روتيشن، في حاجه اسمها شيرنج اللي هو تشدي اجزاء الشاشه، اللي هو مثلا لو انا عندي حاجه كده انا عايزه اخليها كده، عايزه اشد اطراف الماتريكس من هنا، الزوم مثلا. ده شكل من اشكال الترانسفورميشن، كل ما بتزوم كل ما بتلاقي البكسل بتكبر، كل ما الريزولوشن بتاعه بيبقى اوحش، فبتكبر البكسل نفسها بتخش جواه. تمام؟ ايه الثلاثه مثلا على سناب شات او سنجل مثلا، ده شكل برضه من اشكال الترانسفورميشن.
شيرنج كده شيرنج شيرنج. في اشكال كتيره قوي على سواء في الجافا اسمها افاين ترانسفورميشن. جافا دي ماده؟ ايوه جافا دي كاركتر تي ام 105 بيزكس جافا و ام 251 اوبجكت اورينتد كون جافا و تي ام 40 جرافيكس كون جافا. الترم الجاي ترانسفورميشن ده ممكن يكون لينير ترانسفورميشن امتى؟ لو انت اشتغلت الشرطين دول مع بعض. يعني عايز تشتغلهم كل واحد لوحده اوكي، عايز تشتغلهم الاثنين مع بعض. يعني بص دي هنا كده سكيلر مضروب في فيكتور حصل عليه ترانسفورميشن، وفي نفس الوقت هو حاصل جمع حصل عليه ترانسفورميشن. فهو دمج الشرطين دول في ده لو انت في طريقه الاسباب بتاعتك. تحب تشتغل الاثنين كل واحد فيهم منفصل؟ اوكي. تحب تدمج الاثنين؟ اوكي. ماشي؟ طيب. في برضو حاجة هنا ان الترانسفورميشن اللي بيحصل على الزيرو فيكتور بيبقى هو هو الزيرو فيكتور ما بيتغيرش. طيب بس كده نحل بقى. هنبص على الامثلة دي كالعادة كده نعدي عليها ونبص فكرة الحل وبعد كده انا فتحت امتحان اوريدي هنحل. هو الدرس مش كده 14 في نوعين من الترانسفورميشن، النوع بتاع ان احنا ناخد من فيكتور لفيكتور والنوع التاني احنا بنضرب فيكتور في ماتريكس. ما انت هتضربهم في بعض بعد كده تكمل. ماشي. Example show that the mapping من R3 ل R2. بص الفيكتور كان 3 elements اتنقل بقى 2 elements. define the boy شكل الترانسفورميشن هيبقى كده هيدخل له 3 اليمنتس هيطلعوا كده الاول بينزل زي ما هو محاصر جمع الاثنين الثانيين بقى الاليمنت الثاني. عايزين نثبت ان ده لينير ترانسفورميشن يعني عايزين نطبق الشرطين دول عليه. اول واحد بس حلو واحد الشرطين اللي احنا هنجمع اثنين فيكتورز وكل فيكتور هنطبق عليه ترانسفورميشن فحاصل جمع الاثنين بيساوي ان انت لما تفصلهم يحصل ترانسفورميشن على الاثنين. ترانسفورميشن انك تنقل من فيكتور سبيس لفيكتور سبيس. ده معنى المصطلح؟ ايوه. يعني احول الفيكتور اللي فيه ثلاثة الفيكتورز بس هتتحول. الفيكتور تتحول الى ماتريكس او الفيكتور الفيكتور. لا دي مش ماتريكس ده فيكتور. يعني هشتغل على الفيكتورز بس دلوقتي. صح؟ لسه انا ما جبتش الشيت لك اسم الفيكتور للفيكتور. لو انا اتنقلت يبقى كده تمام. كده هو ده اللي احنا بنسيبه يعني. طيب احنا هناخد فيكتور. ويعني على مدى الكورونا هتفضل تسجل. هناخد فيكتور x1 y1 z1 عايز تاخدها xy وz x داش y داش z داش زي ما انت عايز. ده نفترض ناخد نسخه من الفيكتور اللي داخل هنا ونسخ نسخه ثانيه من الفيكتور اللي داخل هنا عشان نطبق الجمع. فهنحط الفيكتور الاول زائد الفيكتور الثاني بعد كده هنطبق الترانسفورميشن على ناتج الجمع. طيب ناتج الجمع x1 plus x2 y1 plus y2 z1 plus z2 ولسه ما حطهاش ترانسفورميشن ولسه من بره. لما نطبق الترانسفورميشن هياخد الشكل ده هيبقى x1 يعني
ايه؟ هو بيقول لي فوق خالص في السؤال انها اتحولت من دي لدي، فانا المفروض ان انا اطبق ده، احاول اوصل ده تاخد نسخه من ده وتدخله وتخليه ياخد الشكل ده، خد الشكل ده انا اوصل ده عشان يوصل للشكل ده بس. طبعا الكلام ده بقى لعيب. كان في واحد من ثانيتين عايز يعدي السر ده. ماشي. طيب لما ناخد شكل بقى الفيكتور اللي حصل عليه ترانسفورميشن هنا هيبقى اكس 1 بلس اكس 2 وهنا واي 1 بلس واي 2 بلس زد 1 بلس زد 2. طيب احنا كده خلصنا الجزء ده الحته دي بس. طيب نفصل بقى كل واحد بعد ما حصل عليه ترانسفورميشن. يلا نفصل اهو. يبقى ده بعد ما حصل عليه ترانسفورميشن وده اتفصل لوحده بعد ما حصل عليه ترانسفورميشن. احنا عملنا دي نتيجه الجمع بعد الترانسفورميشن اهو عشان تحقق شكل الترانسفورميشن. اوكي طيب فصلناهم اتفصلوا وكل فيكتور خد شكل الترانسفورميشن يبقى الترانسفورميشن صحيح. طيب نشتغل بقى على السكيلر مالتيبليكيشن. ادي نسخه من الفيكتور هنضربها في رقم. اضربي الرقم اهو لسه ما عملناش الترانسفورميشن. لما حصل الترانسفورميشن اخذ الشكل ده اللي هو ده cx1 تحت cy1 بلس cz1. شدي السي بره يطلع لك شكل الفيكتور الاصلي. يبقى ده واخد شكل الفيكتور اللي انت لما تخلي ده على الترانسفورميشن وتطلع الفيكتور بره يبقى اخذ شكل القاعده الاصليه. يعني المهم ان انا اعمل الشرطين دول اللي هو الجمع والسكيلر مالتيبيكيشن عشان تثبت ان هو لينير ترانسفورميشن. صح؟ ودخل انت هتضرب الرقم الخارجي قبل الترانسفورميشن وبعد كده تعمل الترانسفورميشن بعد كده تشد بقى الرقم بره فيتبقى لك الفيكتور بعد الترانسفورميشن. بس تمام. بص على حاجه ثانيه الزيرو فيكتور. احنا قلنا لازم الزيرو فيكتور الشوط الثالث لازم ان الزيرو فيكتور يكون موجود. طيب فلو قال لك مثلا اثبت ان انت از نوت لينير ترانسفورميشن يا تضرب شرط الجمع يا تضرب شرط الضرب يا تضرب شرط الزيرو فيكتور. اسهل واحد طبعا شرط الزيرو فيكتور. ليه اسهل واحد؟ لان في هنا 1 فانا لو قلت له ليت ان اكس بتساوي 0 ليت واي بتساوي 0 ليت زد بتساوي 0 وخدت الشكل ده فبقى 0 بلس 0 0 واي بلس سوري 0 بلس 0 0 0 بلس 1 بقى 1 واحنا قلنا ان الزيرو فيكتور لازم يطلع زيرو فيكتور بس اللي طلع هنا بقى 0 0 1 فده كده از نوت لينير ترانسفورميشن. تمام. النوع ده بقى نركز فيه بقى من المسائل. بيقول لك ليت ترانسفورميشن حصل من ار 2 لار 2 نفس عدد والترانسفورميشن ده لينير ترانسفورميشن خلاص مش محتاج منك تثبت حاجه. طيب الترانسفورميشن اللي حصل على البيزس ده بقى 1 و 2 والترانسفورميشن اللي حصل على البيزس ده بقى 2 و 3. عايز ايه الترانسفورميشن اللي حصل على ده؟ يعني هو ده ماشي الترانسفورميشن اللي حصل على 1 و 0 هو 1 و 2 واللي حصل على 0 و 1 بقى 2 و 3. هات لنا الترانسفورميشن اللي يحصل يعني امشي بنفس المبدا اللي مشيت بيه. هو ايه بقى المبدا؟ يعني ما بس عشان اشوف اوكي حاول اجيب مبدا ولا لا؟ هات مبدا حاول اجيب مبدا. هو عايز يجيب الطريقه اللي حصلت على الاول والثاني لحل الانتزاع الثالث. لا انا السؤال انت اعمل كده اعمل كده يلا شوف هنعمل ايه. مالكش دعوه بالاجابه بقى. وانا كنت قصدي اقول كلمه بيس ده اندبندنت فيكتور يعني بيزس وده اندبندنت فيكتور يعني بيزس. انا كنت قصدي اقول كلمه بيزس دي بيزس بيزك ممكن اشتغل واستغل في حاجه ثانيه ممكن كده بقى شكل الرؤية كونفورم كان ايدنتيتي. فكر كده نعملها ازاي؟ هو مبدئيا في ثانيه ده كان واحد وزيرو ده زيرو واحد يعني عايز تقول ان الواحد طلع زي ما هو والصفر بقى اثنين والصفر هنا بقى اثنين والواحد بس ما طلعش زي ما هو. هو اندبندنت فيكتور يعني هو بيزس
فاقدر استخدمه في حاجات تانية. طيب تعالى بص، هو بيقول لك دي واضحه جدا ان 3 بسالب 2 هي سي رقم سي 1 مضروب في الفيكتور الاول زائد الرقم الثاني مضروب في الفيكتور الثاني، يعني ده لينير كومباينيشن ما بين الترانسفورميشن اللي حصل هنا والترانسفورميشن اللي حصل هنا. عشان كده كنت قصدي اقول لك بيزس. بيزس اللي هو شكل الايدنتي سوري الاندبندنت فيكتور اللي هو واخد شكل الرو ايشن فورم اللي هي الايدنتي ماتريكس اللي كنا بنستخدمها كانها مرايه ما بتضايقكش في حاجه مجرد تستغلها. طيب ده كده هنا ترانسفورميشن حصل على المرايه دي وترانسفورميشن حصل على المرايه دي صح؟ طيب يبقى ده يقدر يجي عن طريق لينير كومباينيشن الاثنين دول محدش يقدر يمنعه. طيب ده كده هو عباره عن 3 مضروبه في الاول زائد سالب 2 مضروبه في الثاني. ماشي؟ حلو. هات بقى الثلاثه يعني سيب الثلاثه زي ما هي وهات ترانسفورميشن ده. الثلاثه اهي وهات ترانسفورميشن الواحد والزيرو فبقى واحد واثنين ناقص الاثنين وهات ترانسفورميشن الزيرو وال1 فبقى 2 و3. ثانية لا انت ما ضربتش، انت شلت ده وعوضت عنه في الترانسفورميشن بتاعه. واحد واثنين. ايوه ماشي. وشلت ده وحذفت الترانسفورميشن بتاعه بقى الشكل ده. بعد كده اشتغلت عادي جدا وطلعت ده. ثلاثة في واحد ناقص أربعة سالب واحد. ماشي؟ اثنين في ثلاثة في ستة ناقص ستة بزيرو. يلا ما هي ممكن نحل مبدا الحبس. انا دلوقتي عرفتها مبدا الحبس. انا بحب الشحن عادي يا باشمهندس. عايز ماشي. الترانسفورميشن اللي حصل هنا طلع كام؟ طلع 1 و 4. والترانسفورميشن اللي حصل على ده 2 و 6. عايزين الترانسفورميشن اللي حصل على ده اللي مطلوب. تمام؟ ده بيزس وده بيزس مجرد نظر كده. يبقى ده ينفع يجي لينير كومباينيشن ما بين ده وده. تمام؟ ايه اللي خلاه كده؟ عشان ده اندبندنت فيكتور واخد شكل الايدنتيتي. استغل من غير ما ياثر على النتيجه. تمام؟ يبقى الثلاثه مضروبه في الفيكتور الاول، يعني ثلاثه مضروبه في ترانسفورميشن ال1 والزيرو زائد السالب 2 مضروبه في ترانسفورميشن الزيرو و1. سيب الثلاثه زي ما هي. الترانسفورميشن حصل على 1 و0 نتيجته كام؟ 1 و2 بلس النيجاتيف 2 زائد 2. الترانسفورميشن اللي حصل على هنا نتيجته كام؟ 2 و0. اللي بيحصل هنا هو ترانسفورميشن. ماشي؟ ارجع لمحاضرة الدكتور. هنا بقى لما نبدأ بقى النوع الثالث من الترانسفورميشن لما يكون عندنا ماتريكس. في ماتريكس A من سايز 2 باي 2. ماشي؟ اند ديفاين ده مابنج، المابنج حصل على فيكتور معين من R2 لR2. نوع المابنج انك هتاخد الفيكتور تضربه في الماتريكس بس. تمام؟ فعايز الترانسفورميشن اللي حصل على 1 و4، هات 1 و4 اضربها في الماتريكس طلعت النتيجة في 1. كده عدم؟ نرفع شوية. ادي الماتريكس ضربناها في 1 و4 الفيكتور، ادي الماتريكس اهي المحطوط الأول. وبعد كده الفيكتور بعدها ادي الماتريكس وادي الفيكتور ضربناهم في بعض طلعت النتيجه. ايه بقى السؤال اللي خلاني اعمل ان الترانسفورميشن عباره عن ضرب الماتريكس A
في فيكتور اكس، وهو عايز الترانسفورميشن اللي حصل. هو بيقول لك الاول شو ذات ان تي از لينير ترانسفورميشن، اللي هو اثبت الشرطين دول، وبعد كده فايند الترانسفورميشن اللي حصل على واحد واربعه. الاثبات سهل مش هنقعد نعيد فيه، احنا عندنا الجديد. الجديد بقى ان احنا هنضرب فيكتور في ماتريكس. ديتيرمن بقى هل المابنج اللي حصل هنا ده دلوقتي ده من ار2 لار بس. هنا كان داخل فيكتور اكس واي، طلع اكس سكوير بلس واي سكوير. عايزين نديتيرمن ان ده از لينير ترانسفورميشن، ولا ديتيرمن هل هو لينير ترانسفورميشن ولا لا؟ هو ما قالش شو، قال ديتيرمن يعني حدد هل هو لينير ترانسفورميشن ولا لا. فعشان نحدد نعمل ايه؟ نتشيك الجمع، نتشيك الضرب، نتشيك الزيرو فيكتور. زيرو فيكتور هيعدي، لو حطينا الاكس بزيرو والواي بزيرو فزيرو باور 2 هي زيرو وزيرو باور 2 هي زيرو، فزيرو فيكتور هيعدي. طيب تعالى نجرب كده، مثلا هو جرب ايه؟ جرب الضرب، سي ضربها في اكس وواي، فبقت سي ترانسفورميشن اللي حصل على سي اكس وسي واي، فالنتيجه هتطلع ايه؟ سي سكوير اكس سكوير اللي هو رباعي ده ورباعي ده، سي سكوير واي سكوير. خدي سي سكوير كومن فاكتور، خد بقى هنا مين؟ اكس سكوير بلس واي سكوير. تمام؟ طيب طلعي السي بقى. حلو، ايه اللي حصل هنا؟ ايه الفكره اللي باظت هنا؟ هو اللي بيطلع النتيجه اكس سكوير واي سكوير صح؟ واحنا عايزين ناخد سي. هي طلعت سي سكوير. كان في رقم مضروب في الفيكتور، طلع ضعف الرقم هو المضروب في الفيكتور. فده از نوت لينير ترانسفورميشن، ما خدش الشكل الصحيح. يبقى ده از نوت لينير ترانسفورميشن. وهكذا من الامثله. هحط عليهم برضه كده ايه حبه. Define the linear transformation. في linear transformation حصل من R2 ل R2، ده شكل الفيكتور اللي دخل، ده شكل الفيكتور اللي خرج. Find a 2 by 2 matrix A such that ان transformation هو عبارة عن double matrix في الفيكتور. طيب هفكر ازاي؟ السؤال قدامك اهو بحله. هفكر ازاي؟ حاجة زي كده، أنا دلوقتي ولا عندي فيكتور، دي عندي النسخة بتاعته، ولا عندي matrix، أنا عايز أجيب الماتريكس. هفكر ازاي؟ اهو هو عايز الماتريكس، فايند 2 باي 2 ماتريكس اللي هتضرب في الفيكتور. انا عندي نسخه الفيكتور ماشي، اجيب منين الماتريكس؟ قول لي اجيبها ازاي؟ هتحط قدام السؤال ده مثلا، ممكن الف حواليه واعمل ايه؟ افترض ماتريكس. هو افترض ماتريكس A B C D. تمام؟ طيب عمل ايه بقى؟ استغل البيز بتاعته. مش دي 2 باي 2؟ ليها 1 و 0 و 0 و 1؟ ممكن اشتغل عليهم براحتي من غير ما حد يقول لي حاجه. صح؟ ومش هيضايقني في النتيجه بعد كده. طب بص الترانسفورميشن اللي هو عمله على 1 و 0 خد الشكل ده. فايه اللي حصل؟ نيجاتيف واي اللي هي نيجاتيف 0 المفروض تزيد. والاول نزل هنا بنيجاتيف فبقى نيجاتيف 1، حد يمنعه؟ ماشي. اضرب بقى ده في الماتريكس اللي انت افترضته. ال 1 و 0 اضربه في الماتريكس. طلع النتيجه ايه؟ A و C. طيب لسه ما خلصتش حل، دي لسه بلاس. طيب البيزز الثاني طبق عليه الترانسفورميشن. نيجاتيف 1 و 0 امسك ده البيزس اضربه في الماتريكس طلع لك ايه؟ البي والدي. حلو، مين الايه بقى هنا؟ الزيرو، والسي بكام؟ بسالب 1، والبي بسالب 1، والدي بزيرو. حط لك الماتريكس. نفتح عليه السؤال، اتصل. استغل كل اللي في ماشي؟ طبعا نكتب واحد الزيرو واحد دول؟ لا دول؟ قلت دي 1 و 0 ده البيزز اهو. هل هو قال لك السؤال؟
لا انا استخدمتهم واستخدمتهم هما اتنين ايرلس، لان هو بيقول انها 2 باي 2 ماتريكس، فالبيزنس بتاعها 1 0 0 1. بعد كده النول سبيس، خلينا نقف على النول سبيس نحل شويه. أسئلة. تعمل الشعر معلش يا دكتور، بس هي الصورة مش واضحة شوية. كده وضحت. تمام. كده تمام. ترانسفورميشن حصل من R3 لR2، شكل الفيكتور اللي بينهم 3 ايرلز A B C، شكل النتيجة A plus B B minus C. فلو دخلناها 3 و 2 و 1 هيطلع ازاي؟ كده الـ A 3 والـ B 2 والـ C 1، صح؟ ده يبقى الترانسفورميشن اللي هيحصل هنا. هيبقى واخد الشكل ده. هنا ده الترانسفورميشن اللي حصل على الفيكتور ده، بقى ده الاول اتجمع على التاني والتاني اتطرح من عايزين بقى ننفذ ده مكان يتنفذ عليه نفس الشيء، فبقى الاول زائد التاني يبقى 3 زائد 2، تمام؟ وبعدين كده التاني ناقص التالت يبقى 2 ناقص 1، تمام؟
occupation of the defined role. خد شكل الفيكتور الاصلي ماشي، فكيهم بقى بعيد عن بعض، خليهم كده. احنا 4x كل ده ال x في 4x plus x ماشي، مش هي ماينس y؟ يبقى ماينس، وده كله ال y تحت x، كل ال x. طيب افصلي بقى الاثنين فيكتورز، يبقى في هنا 4x minus y تحت dx plus 4x dash minus y dash، وهنا x dash. هات كل فيكتور لوحده، خد شكل الفيكتور الاصلي، يبقى ده اثنين ترانسفورميشن. طب نشوف بقى سكيلر مالتيبيكيشن. ايه ده 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 شغالي ترانسفورميشن، يبقى 4cx minus cy minus cx. طلعي السي بره، يبقى مثال، طلعي السي، يبقى 4x minus y minus x. يبقى بعد الضرب، لما خرج السكيلر للضرب، الفيكتور خد شكل الفيكتور الأصلي، يبقى
linear transformation. طيب ثالث حاجه تشكل زيرو فيكتور. نفس الفكره اللي وصلناها امبارح في الصوت. تشكل زيرو فيكتور اللي هو ليت اكس واي يساوي زيرو. طيب 4 زيرو واي او خليها كده ترانسفورميشن اللي هيحصل معانا زيرو زيرو هيطلع كده. ناخد سؤال من الامتحانات. بص على السؤال ده. define show that ان t هي transformation طبق الثلاث حاجات addition multiplication zero vector. سهله؟ تمام. عايزين بقى الرينج والنال سبيس ناخدهم او تعال نبص على امتحان تاني نشوف برضو يعني اكتر من فكره للسؤال. ننزل بالراحة نبص على حاجة الترانسفورميشن مثلا. بص على ده السؤال ده رخم شوية بس طالما رخم حلو. بص على السؤال ده في ترانسفورميشن حصل من R2 ل R2 وهو لينير ترانسفورميشن such that ان الواحد واثنين بقت اثنين وثلاثة يبقى الثلاثة وستة تبقى كام؟ انت عايز تعمل سكيما بدماغك صح؟ يلا اعمل سكيما. الواحد بقى اتنين والاتنين بقت تلاتة فالتلاتة وستة تبقى كام؟ كام؟ مش شرط ضربة وممكن ليه ما تقولش ان الاول اتجمع عليه واحد وان التاني اتطلع اتجمع عليه واحد برضه. دي تبقى 4 و 7 مش 4 و 7 فكرتني هذا الاثنين. هو ده تشويس السؤال اهو اي بي سي دي اي دول بس هو فعلا الاثنين عشان تبقى عشان تخلي الاثنين ثلاثة زود عليها واحد ما تقدرش حاجة. انت لو ضربتها في اثنين هتبقى في اربعة. طب جرب كده اثنين في واحد ونص. طب هو في علاقة ما بين الواحد والثلاثة والاثنين والستة؟ اللي هي الفيكتور زي ال الفيكتور زي الفيكتور لأن الواحد والاثنين والثلاثة والستة هل في علاقة بينهم؟ سوري يعني اللي فوق ده عدد مرتين وده عدد نص مرة اللي فوق هنزود عليه نص مرة هطلع. طب انا هقولك على حته، هل في علاقه ما بين الفيكتورز اللي داخله؟ ما هو اللي داخلين داخلين من نفس الفيكتور سبيس، فبيطبق عليهم مش نفس الشروط. صح؟ ليه بقى؟ عشان هنا الواحد فالاثنين بقى اثنين، فالثلاثه ضربت اثنين. ايه؟ هتبقى سته. هو من غير ما اشوف الجزء اللي تحت. الجزء اللي تحت. هي كده، بس ما فيش غير سته واحده بس فوق في الاختيارات كلها. هي جت ازاي برضه؟ ممكن تيجي الاختيارات كلها سته. طب وليه مش نمبرز ابوف؟ ليه مش نمبرز ابوف؟ هي الاثنين يعني الواحد ده لا هي سته.
انا جبتها انا ان ولا حاجه ياكل. انا ولا حاجه الثلاثه دي انا قسمتها على ثلاثه تسعه دي قسمتها على ثلاثه جزئين تقسمها احنا ليه ما نجمعش واحد واثنين تبقى ثلاثة واثنين في ثلاثة تبقى ستة؟ وانا هبدا اتخيل بس ها؟ ممكن ايه؟ انا قاعد عمال اتخيل مش بس حاجات قديمه ما عشان ما تعرفش مش انا مش الافكار دي بتطلع بس احمد افتكر العلاقه ما بين الدكتورين اللي دخلوا بس اللي جه اول ما دخلوا في ثلاثه انا ما قلتش لا انا بقول لك ليه؟ ماشي ما ده اللي قلت هو الرقمين اللي فوق تمام؟ ده الدرجة فيه يبقى ثلاثة ضد فيها تبقى ستة تمام؟ تمام وهنا الثلاثة واللي فيه الثلاثة أنا عملت نسبة وبلاش اللي ده بالنسبة الاثنين ما بين ده وده اثنين إلى ثلاثة فأنا عايز أخلي برضه الستة تمشي المبدأ نسبة اثنين إلى ثلاثة فطلع في الآخر ستة وتسعة حط الكمية تاني الكمية جامدة عندك مش هتطلع نفس كده دي مثلا هنا ماشية بالنسبة للتناسب 2 و3 2 على 3 تمام فأنا عايز أشوف إيه من الأرقام اللي موجودة اللي ينفع مع الستة أنا فهمت فكرة النسبة بس أنت تشرحها غلط بس بعد إيه بقى قبل طيب بص بص بس الفكرة كانت صح ولا جت بالحظ؟ هي جت بالحظ بالأمانة ماشي الفيكتور ده اصلا صح اتضرب في ثلاثه عشان يبقى ده مش كده ودول الفيكتورين اللي داخلين اللي لسه هيحصل عليهم الترانسفورميشن مش كده طب ليه بقى النتيجه ما تتضربش في ثلاثه يعني 2 في 3 في 6 و3 في 3 في 9 نفس ماشي طيب ده سؤال عادي ده سؤال ستاند مش عارفه ايه عادي ده سؤال ترانسفورميشن يا دكتور الار سكرين شيرنج ايوه اتفضل هو يعني السؤال اللي عدى طلع 6 و9 اه 6 و9 تمام ماشي طيب ده اهو احنا اول احنا حلينا دول امبارح صح؟ اه صح؟ مش كده؟ ايه؟ سؤال ده لا أنهي واحد ده؟ لا واحد question 5 suppose إن في transformation حصل من R3 ل R3 ودي نتيجة الترانسفورميشن show that إن T is linear transformation تعرف تعملها؟ اه بال addition and multiplication with zero vector؟ بتقول لي اثبت ولا اه اثبت ده بس تمام؟ عامل لك الثلاث عايزين بقى النول سبيس تعالى بقى ناخد النول سبيس اللي هو ان انت في كميه معينه يعني في سب سبيس معين من الفيكتورز أيوة. اوكي لما اتنقل يعني لما حصل عليه ترانسفورميشن بقى زيرو فوصل للنل النل في الكمبيوتر اللي هو الزيرو اللي هو الولا حاجه طيب تعالى نشوف الديفينيشن هو بيقول let b and w be vector spaces for a linear transformation في بقى linear transformation حصل من v ل w ال null space اللي هي بنطلعها بالشكل ده السطر ده كده ال null space of t اللي هي بنسميها n of t ماشي دي بت define the ball بالشكل ده ان x ده vector كان موجود جوه ال v such that ان transformation اللي حصل على x في الاخر وصل للزيرو vector فين في ال w الفيكتور اكس كان بيتنقل من V ل W كان مليان معلومات وهو في V اول ما وصل ال W بقى زيرو فيكتور فده بنسميه النون سبيس اللي هو بص كده ده كده هنا فيكتور او حتى فيكتور سبيس اتنقل من V ل W حصل عليه ترانسفورميشن فبقى زيرو فيكتور اسمها النون سبيس يعني في الاخر في النون سبيس مثلا احنا عايزين نوصل بفيكتور معين فايند النول سبيس عايزين نوصل بالفيكتور ده لزيرو زيرو زيرو طيب الطريقه بقى في حاجه ثانيه اسمها الرينج برضو في نفس الفكره دي ان في فيكتور سبيس كامل بيتنقل يبقى حته جوه فيكتور الطريقه بتاعتها الرينج اوف تي رينج اوف تي الرمز بتاعها ار اوف تي ديفايند باي ان في ترانسفورميشن رينج كمية
ساحة كده يعني حاجة كده. إن في ترانسفورميشن حصل على إكس، فالنتيجة إن إكس ده بقى بينتمي لدي، إن الفيكتور سبيس ده كله اتنقل فبقى رينج جوه فيكتور سبيس دي. ده بيعتمد على السبانز. خلينا نشوف الأمثلة أسهل وأحسن. ركز. define the linear transformation دي اللي حصل من R3 ل R2، ده نسخة من الفيكتور بداخل XYZ ناتج الترانسفورميشن X minus Z و Y plus Z. عايزين ال null space. يعني إيه null space؟ يعني الفيكتور ده كله بعد ما دخل وتحول بقى بزيرو، يعني X minus Z بزيرو و Y plus Z بزيرو. تمام؟ حلو. يبقى ال X minus Z بتساوي زيرو وال Y plus Z بتساوي زيرو، مش كده؟ حل المعادلتين مع بعض. معادلتين في ثلاث مجاهيل، يبقى هيطلع عندنا في ناتج واحد بس تي اللي هو ايه؟ infinitely many solutions ايا كان اكس او اي واحد. فمثلا الاكس هنقول انها بتساوي زد، لان هو هنودي الزد الناحيه الثانيه، فبقت الاكس بزد وبقت الواي بنيجاتيف زد. طب الزد بمين؟ باي حاجه اللي هي بنحطها بتي، يبقى الزد بتي والاكس بتي والواي بماينس تي. حلها تفصيليه. طلع كام؟ طلع x minus z y plus سؤال find the null space صح؟ طيب تعالى ال null space n و t هو عبارة عن transformation في الـ of x يبقى زيرو فيكتور صح؟ طيب لو ده بقى ده وده عايز يبقى زيرو فيكتور، يعني الحته دي بزيرو ودي بزيرو، يبقى اكس ماينس زد بزيرو واي بلس زد بزيرو. دي توديني لان اكس بتساوي زد، هو زد الناحيه الثانيه بعكس شويه، ودي توديني لان y بتساوي ماينس زد. تمام؟ طيب ال x بزد وال y بنيجاتيف زد، طب زد مين؟ بأي حاجة جبنا معادلتين في ثلاث مجهولات صح؟ وبقيت في سوليوشن يبقى الزد بتساوي t اللي هو أي حاجة. ده معناه إن ال x بتساوي t وان الواي بتساوي نيجاتيف تي، هو انا جت عندك جاهزه كده فوق هي بصوت اللي جنب المعدل. جت منين؟ من ان احنا طلعنا كل معادله. طيب فيبقى النون سبيس في الاخر بتبقى تحت خالص الاجابه، يبقى النون سبيس في الاخر x كام في t والواي في نيجاتيف t. يبقى في النهاية الفكرة كلها إن المعادلات توصل في الزيرو. دي النون سبيس. طب الرينج؟ السؤال ده عايز النون سبيس وعايز الرينج. تعالى نفكر. تعالى نجيب ده عايز الرينج بس. لو احنا هنجيب النار سبيس هنعمل ايه؟ هنساوي دول بالزيرو. طب عايزين الرينج، الرينج بيعتمد على السبان. تمام؟ طيب هل انا عندي هنا سبان؟ يعني عندي مجال معين؟ لا ماشي، هي ده فيكتور سبيس وده فيكتور سبيس. حلو،
في اقدر فكره الاستنجر نطلعها ازاي؟ لما كنت بقسم الفيكتور نصين واخد كومن فاكتور من بره فيبقى عندي ده السبانس صح؟ طيب انا لو قسمت الفيكتور ده نصين هيبقى ازاي؟ هو كده لازم يتقسم ثلاث نصوص عشان هو ثلاث مجهولات اكس واي وزد. لا زيرو واحد خالص. اه لو انت عايزها بالرموز هتبقى اكس مثلا الفيكتور الاول اكس واللي تحتها. اول فيكتور هيبقى 1 فيكتور هيكون 0 1 زائد فيكتور هيكون سالب 1 1. تمام؟ ده السبان اللي هو بص بقى هنا جه بناء على ايه؟ على الاندبندنت فيكتورز. بيزز. هو استخدم البيزز، هو طلع السبانز كده اللي هو بطريقه الدرس اللي فات اللي هو فصلهم. تمام؟ ماشي مفيش مشكله. طيب الرينج بقى اطلعها من هنا ازاي؟ بص كده لو انا بصيت هنا هلاقي ده يقدر يجي لينير كومباينيشن من الاثنين دول. اضرب سالب واحد في الاول بلس 1 في الثاني. سالب واحد بلس 1 اضربه 0 1 يبقى النتيجة كام؟ سالب واحد واحد ماشي اللي هو الثالث اللي عندك ده. يبقى الثالث ده في السبان اللي انت جبته بتاع الزد لينير كومباينيشن للاثنين دول. ده وش ايه لينير كومبينيشن ان دول واخدين شكل البيزس صح؟ فطالما هو لينير كومبينيشن يبقى مش لازم اكتبهم، هو ديبند على غيره يبقى مش شرط اكتبه. يبقى الرينج بتاعك مين؟ الاثنين دول بس. ناخد سؤال تاني نتفرج على الرينج اكتر. ده لينير ترانسفورميشن، عايز النول سبيس وعايز الرينج. يلا نحلها. استنى عايز النول سبيس الاول. النول سبيس اللي هو ايه؟ ان الفيكتور في الاخر هيتحول لزيرو. ماشي طب احلها. استنى قبل كده هتسوي شغل مع الفيكتور سي. تمام فانت عندك الفيكتور نفسه هو مين؟ اكس واكس بلس واي واكس بلس واي بلس زد صح؟ وده عايز يجيب النول سبيس بتاعه. يبقى الاكس شيل الحاجة اللي بتيجي دمج سهلة دي يلا النهاية
ايه رقم كده بص عليه، هي بتتكلم عن حاجه اسمها النالتي والران والران، ودي ما بقتش موجوده، ما اعرفش هو لسه سايبها ليه. اوكي مش حاجة ايه من حاجاتك عايز تروح؟ خلاص وانا كمان والله عايز اروح. طب بص على الاسئله بس، نعرف نطلع النال سبيس من هنا، الاكس بزيرو طبعا، الواي بزيرو والزد بزيرو، يبقى هي النال سبيس خلاص. نشوف امتحان تاني، مش معشوق حاجة. كان زمان بعتبر أول مرة، وتفضل جسدي بيتكرر الأسئلة، حتى لو لسه السؤال بيجاوب بس مش تفكير، جسدي بيتكرر الأسئلة، بتشوف كل الامتحانات نفس فكرة الأسئلة، حتى لو خدت الإجابة النموذجية تخش تحطيها. حضرتك علمتي إيه بقى؟ أنا بديك إجابة نموذجية أهو. بص على بارت 3 عليه نص درجة امتحان، يعني محمل 50، بارت 3 عليه 25، وبارت 1 بس هي 25 درجة؟ بارت 3 اللي هو السؤال الأول تاني تالت رابع أربع أسئلة عليه 25 درجة، يعني الامتحان بارت 1 و 2 و 3، بارت 1 و 2 عليهم 25 وبارت 3 25. حليت دول يبقى لك النص قفل. بس مش سهلين قوي كده يعني، زي ما انت عارف انت خليت السؤال الكبير. طيب بص السؤال ده، بص عليه كده بالراحه، هتعرف الكبير ولا لا؟ اديني فيكتور 1 و2 و3 و4، ماشي. هو بيقول لي اول حاجه حطيهم في ماتريكس سميها ايه، وهاتي ماتريكس بي اللي هي ريديوسد رو ايشلون فورم من ماتريكس ايه، يعني حطيهم في ماتريكس ايه وحليها عادي، وهي اوريدي هتتحل لان الفيكتورز دي اربعه اليمنتس وهم اربعه فيكتورز، فهتبقى سكوير ماتريكس فهيطلع لها اليمنت سوليوشن. رقم بي بيقول ان الفيكتورز دي 1 2 3 4 موجودين جوه سيت اسمها اس، بيعملوا بيزز للسب سبيس ده، ماشي؟ عايزين الفيكتورز اللي بتطلع البيزز، بناء على الحل الاول هتشوف مين اللي هياخد شكل الاندبندنت فيكتورز ويبقى الاصل بتاعه هو البيزز، تمام؟ طيب ثالث حاجه عايز الترمنت ليه؟ صح؟ حلو بكره على ورقه، تعالى وريني. السؤال الثاني، فيكتور عايز شو ان W السب سبيس عن طريق ايه؟ اديشن سكيلر مولتيبيكيشن زيرو فيكتور، عايزين السبان، اقسم اثنين فيكتورز وطلع السبان، هل ده بينتمي ليهم ولا لا؟ اعمل من الاثنين فيكتورز ماتريكس وشد خط وحط الريزلت وحل. ايه؟ لا ده نفس السؤال اللي كنت بسأله. Suppose that إن في transformation من R3 لR3، ده شكل الـ transformation، show that إن الكلام ده is linear transformation، هات الـ null space. بس ده السؤال بتاع الفلوس، مش السؤال بقى ده شو انا بكره diagonalization و eigen values و eigen vectors. انا بقى خلصنا بكره 10 ونص ان شاء الله، يعني ونص 10، يعني بقى تحلوا على ورق لان مش عارف مش عارف كنت ايه. بكره هتبقى اخر مره شرح، لو عرفنا بعدها نلاقي ميعاد نعمل فيه، لان في الامتحانات بتاعت هو لما طلبه الجداد بدات لما تبدا ممنوع كمان وتشوف ولا حاجه. انت دلوقتي انا اقعد معاه
هو حاضر عشان سألوا على كام حاجة. تعالى له الجامعة، لو قال لك قابلني في الجامعة تعالى له الجامعة، لكن تفتحوا زوم مع بعض وكده، لأن لو طب احنا ممكن نفتح لو زوم مع هيفتح الجامعة. زوم معاك لازم تفتحه مع غيرك، وإلا مبقاش عدل. اشمعنى انت اللي حاجة جاوبت؟ على نحط على خلاص دي حاجة خاصة بيه، ان هو عايز يعملها اونلاين اوكي، لكن في الجامعة كله مقفول تماما، يعني كل الجامعة لجان امتحانات. الناس الاونلاين حد عايز حاجه؟ كله تمام؟ خلاص مش مشكله. ااا آه ماشي. الصحه او الغلط